شكون؟ أنا اسمي دانيس عبور. وأنا اسمي ميوريال. نحن اثنيناتنا بنعمل هيدا البروجرام اللي اسمه زيارة. هلا اللي رح تحضروا اليوم هن شهادات حياة، يعني عالم عاشوا تجارب كثير قوية بتوجع بمطارح كثير. نحن اليوم جايين عبالنا نتسمع على أساسكم أنتو بس لنقدر نتشارك نحن وياكم هذا النهار كمان. أوقات بلاقي حالي بشع، أوقات بلاقي حالي لا عادي. بالنسبة لمين بشع يعني؟ لرفقاتي بس ما بعرف. قديش مهم رأي الآخر؟ يعني بس أنا حدا يقول لي شيء وما يهمني ما بكون فرقانة معي إذا أنا حابب حالي. أنا بس اطلع بالمراية صراحة كتير بحس إنه بشوف شخص كتير إنه منيح من جوا بس من برا مش الكل بيحبه، وبشوف حالي صراحة بشعة وما بحب صراحة حالي وهيك، ومرقت فقر بفترة ديبرشن كتير صراحة وما كنت أحكي لحدا بس لحتى يعرفوا، لأنه في أشخاص مثلا بهيد الصال ما حسن أكيد جرحوني صراحة من جوا، و انه هذا الشيء من جوا بيجرحني كثير صراحه. و كثير مهم اللي قالته باندا، يعني إذا بدكم واحدة من الأبطال اللي نحن تعرفنا عليها اليوم هي واندا، لأنه توقف قدامكم وتقلكم هيدا الشيء وتقلكم قديش وجعتوها وقديش هي قضيت ليالي لحالها عم تبكي من ورا اللي نقلها ومن ورا العنف اللي تعرضت له. صدقوني ما في شيء بيحرز إنه تكبروا حاملين هيدا الذنب. حياة أول شيء بالنسبة لها كتير صعبة، لأنه كتير إنه نهتم بشو بدهم الناس، وهذا الشيء كتير بظلم ناس كمان حسب هن شو ما بعرف، إنه مثلا بيكونوا ناصحين بيكرهوا حالهم لدرجة أوقات إنه كتير بيعيشوا ديبرشن. أنا كمان قطعت بديبرشن، ضليت سنين ما أحكي إنه خبي الشيء وما أحكي حتى مع أهلي ما خبرهم شيء. لسنة الماضية علامات كتير وطيو مع أحلاك يا عليك شو حلو عن جد. سنة الماضي بتذكر إنه حضرنا مثل فيلم عن بولينج، بعدين صار في شيء بولينج فيي وصاروا يبعثوا لي أوراق. لما كنت ترجع على البيت شو كنت تكون حاسس؟ إنه صرت أقول لأمي وصرت أبكي كتير. كنت رايح بالأوتوكار إذا بتذكر كان في لين وتسمعلي كتير وكنت كتير تساعدني. مين لين؟ لين معنا اليوم؟ تجي لين إذا بتريدي. كنت قوله شو بدك فيهم وما بيعرف شو عم بيقوله. أيام حتى وقت الشخص بيعمل بولينج للتاني بيكون غيران منه أو حسس حاله ضعيف فبيعمل بولينج تيفرجي العالم إنه هو قوي، بس هالقوة اللي بالعضلات واللي بيأذى الغير هي منها شيء. مين عنده الجرأة يوقف يعتذر من روجر؟ برافو. سامحكم من كل قلبي بقولكم مرسي على هالشغل. كل إنسان عنده بوتنشل إنه يكون عنده ميولات اللي بده اياها بالحياه، يا بتكون ديستركتيف يا كونستركتيف. بين جاي هو مثل واحد انه بفضل يلبس تيشيرت حمراء او تيشيرت صفراء، هيدا شيء جنسيا موجود فيه للانسان، منه ولا صح ولا غلط، هو يا بيقبل حاله مثل ما هو مثل ما الله خالقه يا لا. منه دائما رياكسيون، في ممكن تعمل رياكسيون على اشياء معينه بتعيشها بالحياه، بس ما يعني إذا واحد كان جاي يعني هو مريض أو هو مش الله اللي خالقه. في أهل بيحبوا أولادهم مثل ما هن، وفي أهل بيحطوا شروط، بده يكون حكيم محامي ستريت، بده يجيب 7 أولاد، بده يحطوا شروط على الحب. أنا لقلي الحب غير مشروط،
عندكم عقل، عندكم قلب، وعندكم جسم بياخد العقل، والحياة قدامكم، عيشوها عيشوها عيشوها، عبوها حب، عبوها سعادة، خلوها تكون حياة تنذكر على للأبد. لا 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 ل